السباق المحلي السادس في ثالث أيامه في الفترة المسائية. برنامجنا لهذه الليلة هو عبارة عن إقامة 18 شوط خاصة جميعها لسن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات، بينما ستشهد أرضية ميدان البصير منافسات اللقاية لهجن أبناء القبائل ما يعرف بالأشواط العامة. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين هنا في ميدان الشحانية وهناك في ميدان البصير. إذن هذا هو الشوط الأول الرئيسي مشاهدين الأعزاء، يستعد للانطلاق على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية وعبر قنوات الدوري والكاس وعبر موقع الأبرقة لسباقات الهجن في بثه المباشر. نتمنى التوفيق للجميع، كما نرحب بجميع وبعموم المشاهدين في كل مكان أينما يأتيكم هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر من هنا من أرضية ميدان الشحانية ضمن فعاليات هذا المهرجان وهذا السباق المحلي السادس. هذا السباق يأتي بين مهرجانين كبيرين، مهرجان المؤسس ومهرجان الأمير الوالد. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. نرحب أيضا بالمستمعين عبر أثير الراديو إذاعة الهجن وإذاعة قناة الريان الفضائية وكذلك قنوات الدوري والكاس. رحب بالحاضرين معنا هنا على أرضية الميدان. يستعد هذا الشوط الأول الرئيسي شوط مفتوح وينطلق هذا الشوط الأول هذا الشوط الرئيسي بمشاركة 20 لقية حاضرة بمشاركة 20 لقية حيث تلتقي الشعارات وتتنافس هنا في إثارة وفي تحدي على أرضية ميدان التحدي لانتزاع نواميس الأشواط والاختطاف ناموس هذا الشوط القمة مع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة والشعارات التي تلون أرضية الميدان. مقدمة الشوط ونشاهد هذا الضغط على المقدمة من البداية، تشارك في هذا الشوط إدهمة بلشة الفائزة عذبة وإنذار الضبي وسهيلة زاهية والذهبية مزون والكايدة سلطانة وشخصية نوف ووجنة سور وشذا مجاديف ونوة. هذه الأسماء وهذه الأسماء الحاضرة استعرضناها مشاهدين الأعزاء. واحد من هذه الأسماء إحدى هذه الأسماء ستختطف وتنتزع ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي المفتوح. المقدمة شحانية مع المركز الأول، نوف على الصدارة، نوف على المقدمة، نوف على المركز الأول، نوف تقود طليعة المنطلقات في أول نداء لنا مع أول كيلومتر مقطوع من مسافة 5 كيلومترات الحاملات لمنافسات هذه الليلة لسن اللقاية وهي المسافة القصوى لسن اللقاية في جميع المحافل والمهرجانات. نوف على المركز الأول من هجن الشحانية يضمر نوف المضمر الذهبي سالم بن فاران يتابع نوف في التضمير والتسيير بينما الدور دور المركز الثاني وصلة سهيلة من هجن المرقاب يضمر سهيلة المضمر الماهر سعود بالوحوش الوهيبي يتابع سهيلة ما قدم النحاوي في ليلة الختام في مسك الختام في مهرجان المؤسس وانتزع الخنجر الذهبي في الشوط المفتوح. ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتقدم تصل الذهيبة بالفعل يا أبو بخيت من هجن الشحانية يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث بينما الدور دور المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع وتتقدم تصل سور على المركز الرابع لهجن الشحانة يضمر سور المضمر الشبل مضمر العزوم من خطفت الشلفة الذهبية للعمانيات سجلت توقيت مميز في تلك الليلة. هذا هو يتابع سور مع المركز الرابع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران يقف ضمن المضمرين البارزين خلف مؤسسة هجن الشحانية وإنجازاتها. المركز الخامس تتقدم فيه الظبي
لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جابر آل ثاني يضمر الظبي متعب بن مخلد الدلبح العتيبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم لمراكزنا الخمسة المتقدمة الأولى. ما زالت السيطرة شحانية على المركز الأول والثالث والرابع والخامس المركز الخامس تصل الظبي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني مع متعب بن مخلد العتيبي. مؤسسة الشحانية تحضر بثلاثة أسماء في دائرة المقدمة مع مختلف المضمرين. عموما العودة إلى مقدمة الشوط. نوف يلا يا نوف يلا يا نوف يلا يا نوف على المركز الأول متحملة هذه الضغوط من هؤلاء المشاركين من هذه البكار الحاضرات النادرات التي تمتاز بالسلالات العريقة بالسلالات الأصيلة. الله مهجنات وعمانيات الليلة حاضرة متواجدة في هذا الشوط. شوط مفتوح شوط مفتوح مشتريات وكذلك إنتاج أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. الباب مفتوح لمن ناموس هذا الشوط القوي الليلة لمن ناموس هذا الشوط القمة. ما زالت المقدمة مع نوف مع نوف وما عليها خوف يا ابو جابر ما عليها خوف ابدا ما زالت على ما دل هذا المستوى وعلى هذا المنوال. ويا ابو سعد يا اهل الخير والمعروف سلموني على الغالي اسمها من ثلاثة حروف هي عذابي وغربالي. الله هذه نوف عذاب عذبت المحبين لها بهذا الشكل بهذا المستوى الفنان. نوف يا ابو جابر نوف 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 حافظ على مستوى نوف وعلى تقدم نوف. الخطورة بانت في هذه اللحظات من قبل سور وصلت سور ايضا لهجن الشحانية مع المضمر الشبلي الذهبي. وصلك الشبل مع سور على المركز الثاني بينما المركز الثالث تتقدم ايضا هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية يتابع المركز الثالث اللي تتقدم في هذه اللحظات. ومن تتسلل الذهيبة لهجن الشحانية الذهيبة 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 على صعيد المركز الثالث مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع يصل تصل ادهمة لهجن الغرافة مع المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي مضمر اجيال مضمر اجيال طيبة الذكر طيبة الفال مع المركز الرابع يقدم ادهمة بمؤسسة هجن الغرافة في هذه اللحظات الحاسمة من عمر هذا الشوط الاول الرئيسي. المركز الخامس تصل هجن الشحانية مع شخصية يصل الذهبي مع شخصية ويقدم نوف يقدم نوف 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 ما عليها خوف ابدا تفتتح وتقترب من افتتاح الكيلو متر الاخير. جرت الشوط نوف جرت الشوط وانطلقت بالمركز الاول قامت راس وما زالت تتحكم بامور هذا الشوط. نوف هجن الغرافة قادمة مع ادهمة على المركز الثاني سور 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 مع المركز الثالث ايضا لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع تصل وتتقدم زاهية اول نداء لزاهية من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. اعود الى نوف اعود الى نوف نوف يا الذهبي نوف وصلت زاهية وصلت زاهية ولكن نوف ما زالت مع المركز الاول قامت راس وما زالت تواصل هذا العطاء بحجمها الصغير وبأدائها الكبير بأدائها الكبير. الله يا سلام يا سلام انطلقت نوف ولكن لا مفر من زاهية لا مفر من زاهية. زاهية ونوف زاهية ونوف زاهية 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 زهت زاهية زهت زاهية انتزعت هذا الشوط انتزعت الصدارة انتزعت المركز الأول. زاهية في الوقت القاتل في الوقت الحساس تختطف ناموس الشوط الرئيسي تنتزع ناموس هذا الشوط الرئيسي. زاهية الشحانية مع المشاغب مع محمد الخالد العطية يقدمها المشاغب. أشكرك يا المشاغب على هذه المواصيل التي وصلت إليها زاهية. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية على انتزاع زاهية للشوط الأول الرئيسي المفتوح. المركز الثاني وصلت نوف اللي ما قصرت في المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث شخصية لهجن الشحانية. المركز الرابع المركز الرابع ادهمة لهجن الغرافة. المركز الخامس المركز الخامس وصلت سور لهجن الشحانية. إذن تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز زاهية
بناموس هذا الشوط الأول الرئيسي المفتوح، أقوى أشواط اللقاية من حيث الإثارة ومن حيث الندية والقوة الحاضرة في أقوى أشواط اللقاية في هذا المساء في هذا السباق المحلي السادس، تسجل زاهية هذه النقطة الذهبية هنا في ميدان الشحانية. قطعت المسافة في توقيت مميز 7:25 76 جزء من الثانية أعتقد، وأتوقع بأن هذا التوقيت لم يسجل في الفترة الصباحية. إذن توقيت مميز يسجل مع زاهية 7:25 الليلة. تهانينا لهجن الشحاني والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصلت نوف، في الحقيقة نوف قدمت عرض تشكر عليه 7:27 بالوفاء والتمام. التهاني والناموس لهجن الشحانية كما نهني المضمر الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا نوف في المركز الثاني، قدمت مستوى وعرض كبير الليلة. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث شخصية، قطعت المسافة في 7:32 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني موصولة للمضمر.